أرحب بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نور سات وتلفزيون تل المير، ونستهل لقاءنا الأسبوعي بأبرز العناوين. انطلاق المسيرة الفرنسيسكانية السادسة في الأردن. ورشة عمل في مركز سيدة السلام تجمع طلبة من 6 دول عربية. المسرح الكاثوليكي يقدم عمله المسرحي 5. لقاءات تعليمية أسبوعية لأبناء الرعية الكلدانية بعمان. أهلا بكم. رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن حفل تسليم الشهادات التقديرية لخريجي دورة تطور العلاج من خلال تطور العملية العصبية التي نظمها مركز سيدة السلام بعمان بمشاركة محلية وعربية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمشاركة 42 طالبا وطالبة يمثلون 6 دول عربية من الأردن وفلسطين ولبنان وقطر والإمارات والكويت، جاء عقد هذه الدورة التدريبية المتخصصة بالشلل الدماغي عند الأطفال والتي تعقد لأول مرة في الأردن منذ 14 عاما. مركز سيدة السلام الجهة المنظمة والمستضيفة لهذه الدورة أكد أن هذا البرنامج الذي تشرف عليه البروفيسور جيم المعتمدة دوليا بتأهيل كوادر عالمية في علاج الأمراض العصبية والدماغية عند الأطفال من شأنه أن يجعل الأردن سباقا في هذا المضمار. طبعا هاي الدورة على درجة عالية من الأهمية، لأنها لأول مرة نتعلم هاي التكنيكات، هاي الوسائل التعليمية المختصة بالأردن تحت إشراف مختص من خلال الدكتورة جين، وهي بروفيسور معتمد عالميا بالتدريب على هاي الوسائل العلاجية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لأطفال الشلل الدماغي بالأردن بالشرق الأوسط بالأخص. هنالك مجموعة من المشاركين المتدربين من دول عربية بتتمثل بفلسطين ولبنان والإمارات والسعودية وقطر، هذا راح ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، ومما يبرز دور الأردن المتقدم بالشرق الأوسط وعالميا بعمليات التأهيل، وأن الأردن دائما سباق بإقامة البرامج ودورات تدريبية في هذا المجال. وبدوره شكر المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن مركز سيدة السلام على جهوده الإنسانية في خدمة المرضى واهتمامه بشؤون الطفل الصحية، وخاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات حركية ودماغية. هذه أول مرة تحدث هذه الدورة في الأردن منذ 14 سنة. هؤلاء ممرضين وممرضات يعتنون بالأطفال الصغار اللي بيصيبهم شلل دماغي، ومع كل تأثيراته على العضلات وضمور العضلات، وبحاجة إلى تمارين حتى يصبحوا قادرين على الحركة. شعرت من الجو بأنه الطلاب والطالبات استمتعوا بالدورة واستفادوا، وأرجو أن تتكرر مثل هذه الدورات لرفع تأهيل ممرضينا وممرضاتنا في الأردن العزيز. المشاركون في الدورة التدريبية الذين تم تخريجهم وتسليم الشهادات لهم في حفل رعاه المطران الشوملي عبروا عن شكرهم وامتنانهم للأردن ممثلا بمركز سيدة السلام على استضافته لهم وتزويدهم على مدى أسبوع كامل بمهارات عملية تفيدهم في البرامج التطبيقية في بلدانهم. استفدنا كثير من هاي الدورة، خاصة انه يعني لها فترة طويلة ما انعطت دورات متقدمة وادفانس زي هيك بمجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، يمكن من 13 سنة. دورة كانت بتحكي عن كيفية استخدام العلاج بنسميه NDT بعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الشلل الدماغي والتأخر الحركي، التطور الحركي عند الأطفال. في تقنيات جديدة اشتغلنا فيها وتعلمناها، صراحة مفيد جدا للأطفال، بتقلل جهد على المعالج وبتزيد الإفشنسي أو التأثير على الطفل نفسه بوقت أقل وبتقدم أسرع في العلاج، بالإضافة إلى شمول الأهل بهذا العلاج. إنه تحدثنا مع كثير من أهالي الأطفال وعطيناهم بعض التعليمات على هذا التكنيكس الجديد، كيف يتعاملوا مع الأطفال وكيف يطبقوا بعض الحركات المانيوال الحركية على الطفل نفسه. بشكر مركز سيدة السلام لاستضافتهم لوحدة من المدربين العالميين اللي كتير عندهم خبرة يعني فواقة بهذا المجال،
لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الشلل الدماغي. هذه الدورة ما انعطت بدول العربية مسبقا بخلال وقت طويل، وكنا كلنا ناطرينها كأخصائيين من لحتى نفيد الأهالي والأطفال بجميع الدول العربية إن شاء الله. والتنظيم كان جدا 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 رائع، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله تعود بالفايدة على جميع الأطفال. بمناسبة إعلان المسرح الكاثوليكي الرئاسة الفخرية لكل من الدكتورة باسمة السمعان والنائب قيس زيدين وتحت رعايتهما، قدم المسرح الكاثوليكي مسرحيته الجديدة ثورة فن، والتي أقيمت على مسرح مركز الحسين الثقافي بمنطقة راس العين بعمان. إلى التفاصيل. تحية محبة وفن راقي وسلام. تحية ثورة مسرحية إيجابية هادفة يا كرام. ثورة فن عنوان مسرحية اجتماعية هادفة من إنتاج شباب المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك. بدأوا مسيرتهم عام 2015 بعشرين عضوا، وينتسب لهم الآن أكثر من 35. قدموا قبل أيام على مسرح الحسين الثقافي بعمان خامس عمل لهم تحت عنوان ثورة فن. انت عظيم في فنك، شو بدك اكثر من انهم طلعونا مجانين؟ بدون اجنانك ما بمشي فنك. ورد والوطن، كنت فكر انه هالبلد مش رح تقبلني، بس هالبلد حلوة، الوطن حلو، وانا كنت اشوف الوطن بعيون ورد، وبيستاهل انه نعيش بعيون ورد، لان هالوطن عيون مستقلة، نفس مستقل، وطن مستقل، علاج. وحضر العرض المسرحي المتروبوليت فينيديكتوس، متروبوليت فيلادلفيا، والمطران مارون اللحام، والمطران ياسر عياش، وأمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى جمو، وشخصيات رسمية وكنسية، وشمامسة ورهبان ورهيبات، وجمع غفير من المدعوين والمحبين للعمل المسرحي. وبعد عرض المسرحية التي تحدثت عن حياة الفنانين وأمالهم وأحلامهم وتحدياتهم المعاصرة، وهي من تأليف وإخراج هشام سويدان ومساعد المخرج خلدون هلسة وإشراف الشماس ينال عواد، ألقت راعية الحفل الدكتورة باسمة السمعان كلمة رحبت فيها بالحضور والداعمين للفن المسرحي، وبالأخص المسرح الكاثوليكي الذي حرص مكتب نورسات الأردن على دعم شبابه وتطوير مهاراتهم منذ انطلاقتهم الأولى عام 2015. نورسات في الأردن حملت منذ تأسيسها نشر ثقافة المسرح في المجتمع والكنيسة، فدعمت وشجعت عدة مسرحيات قدمها المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وأيضاً أعمال شبيبة الأردن للدراما المسيحية، إذاعة صوت الكنيسة. ونحن في هذه المناسبة نتوجه إلى كافة الجهات لدعم المسرح بالإمكانيات المتاحة المعنوية والمادية منها، لكي يستمروا في عطائهم وتقديم إبداعهم للجميع. كما شكرت راعية الحفل الدكتورة السمعان القائمين على مركز الحسين الثقافي الذي يجسد بعمله وتعاونه روح الإخاء والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد. اليوم نقف على مسرح الحسين الثقافي، المسرح الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الأردنيين جميعاً، وهو المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. هذه النشاطات الهادفة اللي بتنمي روح المشاركة وتقبل الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر والتوافق والاتفاق والاتصال والتواصل بين كل أطياف المجتمع، احنا بدورنا وفي مسؤوليتنا وفي مواقعنا ندعم الإبداع وندعم الابتكار. فبتخيل فرصة انه نبلش نعزز هاي التوجه بجيلنا وبجيل أطفالنا، انه الفن له قيمة عالية مثله مثل أي علم ومثل أي مهنة ومثل أي توجه ممكن يتوجهوا له شبابنا. طبعا بشكر ربنا بالبداية ودائما على انه دائما عم بوقف معنا بالفعل،
دائما بوقف معنا وما بتركنا، صار معنا قصص كتير بس ربنا واقف معنا. بدي أشكر الدكتورة باسمة السمعان على دعمها الدائم وغير متناهي لإلنا كمسرح. ورد أخذت كتير إشي من حياتي بالفترة الماضية، لأنه كتير طورت من أشياء، تعلمت الرقص، تعلمت كتير أشياء، ووجودي مع المسرح الكاثوليكي إشي هم عيلتي الثانية. ربيع هو الإنسان اللي بأول الثورة بيموت والفن بيخسره، بس هو بتحول لروح بالمسرحية، وهاي الروح اللي هي كانت بترافق الفنانين بمسرتهم وبتمثل الفن اللي راح، الفن القديم، الفن اللي هو ركيزة يمكن للفن اللي هلا عم بيكون عم بيستمر للمستقبل. ثورة فن مسرحية قريبة جدا للواقع، للواقع اللي احنا عم نعيشه كفنانين طموحين عندنا موهبة، او كفنانين دارسين يمكن وعم بحاول يبنوا مستقبلهم بزيادة. وتم خلال حفل الافتتاح إعلان كل من الدكتورة باسمة السمعان والنائب قيس زيادين رئيسين فخريين للمسرح الكاثوليكي، كما جرى تكريم لأعضاء المسرح المشاركين في المسرحية وتبادل للصور التذكارية التي توثق عملا فنيا وثقافيا رائدا. رعى مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه حفل إطلاق الفيلم السينمائي لدرامي التوعوي كيف تنتهي قبل أن تبدأ، والذي أنتجته مؤسسة الفنان داود جلاجل والفنان محمد حلمي للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات. وفي كلمة الافتتاح أكد اللواء السرحان أن مشكلة المخدرات هي مشكلة عالمية، لافتا إلى أن الأردن ومن خلال كوادر المكافحة تصل الليل بالنهار لملاحقة التجار المهربين. مشكلة المخدرات موجودة في العالم كله وليست في الأردن لوحده، وهذا الشيء نعترف فيه، لكن بدي أكد للأخوات والإخوة الأعزاء أنه إحنا لا نزال ممر لهذه المخدرات، ممر لاتجاهات مختلفة، والجو المحيط في بلدنا العزيز الله يحميه هو اللي قاعد بيساعد على أنه هذه المحاولات تحدث باستمرار. لكن بدي أكد عليه أن أخوانكم في الأمن العام جميعاً وعلى رأسهم إدارة مكافحة المخدرات يصلون الليل بالنهار لمكافحة هذه الآفة، ولا يدخرون لحظة واحدة. أنا شخصياً كمسؤول لهذا الجهاز، مدير لهذا الجهاز، أتفاجأ الساعة 3:30-4 الصبح يتصل معي مدير المكافحة ويقول الآن قبضنا على كمية مخدرات في مكان فلاني ومكان فلاني. أنا كنت أتفاجأ أحياناً بهذا الشيء، وهذا بدل على قديش الجهد اللي الشباب بيعملوه بشكل متواصل. ويتناول الفيلم الذي شهده عدد كبير من المعنيين مدى تأثير هذه الأفة على المجتمعات، وبالأخص فئة الشباب الذين هم اللبنة الأساس في بناء مستقبل الوطن. خلاص من بكرة الصبح إن شاء الله بوصلها لعندك على العيادة واشرب القهوة معك. أطفال الرعية الكلدانية بعمان في دير راهبات السلزيان بلقاء أسبوعي تنظمه الكنيسة والشبيبة، حيث يتلقى فيه الأطفال التعليم المسيحي بالإضافة إلى العديد من النشاطات الروحية. المزيد في التقرير التالي.
لقاءات أسبوعية تجمع أطفال الرعية الكلدانية في الأردن يلتئمون في دير الراهبات السلزيان بعمان لتلقي التعليم المسيحي ويمارسون فيه النشاطات التعليمية والألعاب الترفيهية. يشارك الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن في هذه اللقاءات مقدما فيها كلمة روحية عن المعنى الحقيقي للسلوك المسيحي والعيش به وكيف نكون مثالا حقيقيا للسيد المسيح ونحيا به. احنا كل جمعة نجي للتعليم المسيحي نلعب ونفرح ونتعلم أشياء عن يسوع احنا ما نعرفها. احنا نجي كل جمعة هنا حتى نتعلم ونفرح وندرس ونشوف أصدقائنا. نشكر الأبونا وكل المعلمين لأنه دي يدرسونا ودي يوفرونا التعليم. نجي كل جمعة نشكر كل كنائس الأردن لأنه دي توفرنا التعليم حتى ندرس حتى نشوف أصدقائنا كل جمعة. فقرات متعددة ولقاءات روحية وتعليمية مثمرة يتلقاها الأطفال من مرشدين وأعضاء الشبيبة بالإضافة إلى تقديم عروض لفيديوهات تعليمية مصورة. Today I want to put out a speech for everything that God gave us, especially this blessing that He gave us, especially the sisters that they are so good to us that they can let us lend this place to have fun. As you can see, everyone is having fun. احنا سعيدين بالتعليم المسيحي اللي سوالنا يا ابونا زيد. احنا نتونس هوايه نلعب ويا اصدقائنا ويعلمونا بالتعليم المسيحي عن الله وعن يسوع. واشكر المعلمين وكل يعني اللي بذلوا مجهود عمود يسوون التعليم المسيحي واشكر الكنيسه. مثل هذه النشاطات تهدف إلى توسعة الإدراك والمعرفة وتنمي الذكاء عند الأطفال وتعبئة وقتهم بفعاليات هادفة تكسب الطفل مهارات جديدة. نظمت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك مخيماً كشفياً للأشبال والزهرات في المجموعة بعمان. وضم هذا المخيم الذي جاء تحت عنوان بادل باول الصغير أكثر من 80 طفلاً. إلى التفاصيل. أقامت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيماً كشفياً لأعضاء فرقة البراعم والأشبال والزهرات وكشافة ومرشدات مبتدئ في المجموعة، جاء تحت عنوان بادن باول الصغير. وشمل المخيم الذي أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق وحضره الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي للمطرانية والشماس بول جوري المرشد الروحي للكشافة والأب عماد بواب على فقرات روحية ورحلات تعليمية وفقرات ترفيهية. عنوان المخيم بادن باول الصغير مؤسس الحركة الكشفية، كل واحد منهم بده يكون على مثاله بالالتزام ويكون مستعد للتعاون مع الأهل، احترام الطبيعة، احترام بعضنا البعض، بيعطوا حياة للمطرانية وبيشاركوا دائما بتنظيم الصلوات، بتنظيم كل الاحتفالات في المطرانية، وهالأطفال الصغار
بيزرعوا فيهم حب الكنيسة، حب المسيح. فهالمجموعة الكشفية بالإضافة للأمور التنظيمية هناك أمور روحية ودينية بتكون لإلهم، ودائما بيكون برنامج ترفيهي وأيضا برنامج صلوات. وبتمنى لهم حياة كشفية جيدة، وخصوصا أنهم بيحملوا اسم بادن باول مؤسس الحركة الكشفية الأول، وبتمنى أنه يعيشوا حياة بادن باول الصغير. هو كبير طبعا لما أسس الحركة الكشفية، ولكن عاش للأطفال وحب الأطفال، عشان هيك أسس الحياة الكشفية. فأنا بتمنى لهذا المخيم النجاح، وبتمنى للقيادة التوفيق معهم ليوصلوا للهدف اللي بنوا فيه هذا المخيم، والرب يرعاه. هذا المخيم بيعيش فيه حياة بادن باول اللي هو مؤسس الكشاف، وكمان بيتعلموا شوي عن حياة الخلاء، كمان فيه أشياء ترفيهية وتعليمية، وأكيد ما بننسى الجانب الاجتماعي. رح نعلمهم كيف يعملوا روح يعملوا مع بعض أشياء ويكون عندهم روح جماعية. ومنحب نشكر فضائية نورسات لأنه إجوا وغطوا مخيمنا. إحنا اليوم بمخيم أشبال وزهرات، هذا المخيم اللي هو بتضمن نشاطات ترفيهية وكشفية للأولاد، وكمان هذا المخيم حننمي فيه المهارات الكشفية للأولاد، وحنعطيهم كمان مواضيع دينية بحيث ننمي لهم المهارات هاي كمان، وحيكون في عندهم رحلات. هو مخيم سنوي احنا بنعمل لهم اياه، وعادة بيكون داخل أسوار الكنيسة عشان احنا نعودهم انه احنا مكان خدمتنا الكنيسة. من هم وصغار اي اشي احنا حابين نعمله احنا داخل الكنيسة، من أشياء نتعلمها، من ألعاب مغامرة، من دروس دينية، أشياء كشفية، حتى ممكن أشياء من حياة الخلاء إحنا نمارسها داخل الكنيسة. ويهدف هذا المخيم الذي استمر لثلاثة أيام وسمي باسم مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين في المخيم، وتأسيسهم على حب العمل والخدمة الكنسية والمجتمعية التي هي أساس العمل الكشفي. على مدار أسبوع كامل انطلقت في الأردن المسيرة الفرنسيسكانية السادسة، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان لكنيسته أنتمي. تفاصيل المسيرة في التقرير التالي. انطلقت منذ 17 من الشهر الجاري المسيرة الفرنسيسكانية السادسة في الأردن، والتي استمرت حتى 23 من الشهر الحالي تحت عنوان لكنيسته أنتمي. وابتدأت الانطلاقة من عمان، وشملت زيارة ديري وكنيسة اللاتين في مدينة الفحيص، حيث أقيمت العديد من النشاطات الروحية. ثم توجهت المسيرة لمدينة الصلب والتجمع في كنيسة انتقال السيدة للاتين، وضم اللقاء إقامة قداس إلهي ترأسه الأب فراس حجازين بحضور عدد من الآباء الفرنسيسكان والأخوات الراهبات. نريد أن نعتمد على أنفسنا ناسينا أن بدون الله لا نستطيع أن نسير. أكيد المسيرة الفرنسيسكانية عم تيجي بالأردن للمرة السادسة مع زميلاتها من المسيرات الفرنسيسكانية بالأراضي المقدسة بلبنان في إيطاليا، وصرنا من السنة هذه السنة السادسة للمسيرة الفرنسيسكانية في الأردن، وهذا اللي شيء بنفتخر فيه. عم تيجي ضمن احتفالات حراسة الأراضي المقدسة ب 800 سنة لوجود الآباء الفرنسيسكان في
في الأرض المقدسة، في خدمة الأرض وفي خدمة الإنسان. ولكن عم نحاوله كرهبان في الأردن، وبالأخص العمل مع الشبيبة، مع تنشيط الشبيبة وللدعوات من خلال نشاط المسيرة الفرنسيسكانية اللي عم بشمل كل الرعاية بالأردن، عم بشمل كل الكنائس، والعمل من أجل الشباب، تنمية روح الشباب فيهم من خلال التنمية الروحية الاجتماعية المعرفة ما بين كل الرعاية بين كل المحافظات اللي عم نتمم من خلال هالمسير. المسيرة هي إشي نشاط روحي، فيه الشاب بينعزل، بيطلع عن الروتين اليومي تبعه، وبيعيش خبرة روحية عميقة بتتميز بالتخلي عن شغلات كتير بيحتاجها ومتعود عليها، بنوع خاص الحاجات المتعلق فيها اللي هي بنعيشها كلنا في هاليومين، الموبايل، نومة حلوة، بيأكل أكل على مزاجه، كل هذا ما بيلاهوش في المسيرة، في نوع من التضحية، لأنه لما الإنسان بينعزل وبيضحي بيكون في جوا مساحة فيها الله بيتجلى وبيظهر وجهه. هذه السنة عندنا عنوان مميز للمسيرة الفرنسيسكانية اللي هو لكنيسته أنتمي. هذا العنوان نشأ من دراسة دقيقة لوضع الشباب بالنسبة للكنيسة في هالوقت اللي احنا بنعيشه، فنحن بدنا نرجع نقوي هالانتماء داخل الشباب لكنيسة المسيح كيف ما أردها المسيح. فكل عضو فيهم، كل شاب وصبية فيهم، هو أصلاً الكنيسة نفسها، كلنا أعضاء في جسد المسيح السري، ولكن بدنا نوضح القيمة والقوة الموجودة، الرباط القوي والصلة القوية بين جسد المسيح السري اللي هو كل واحد فينا والرأس هذا الجسد اللي هو المسيح نفسه. فبنتأمل فيه كهو خبز بيشبعنا وبيغذينا وبيسندنا في هالمشوار، هو النور بيوجهنا في الطريق، هو الطريق والحق والحياة اللي فيه، ما بنضلش ولا بنبعد. فهذا هو اللي احنا بنحاول نمشي ونرافق الشباب ايدنا في ايدهم كلنا نحو المسيح، طبعا على خطى ماري فرانسيس، بروحانية ماري فرانسيس اللي هي البساطة والفرح وروح الجماعة. كما شملت المسيرة زيارة لمزار القديسة ماري ألفونسين وتلاوة للسبحة الوردية، حيث قدمت الأخت ماجدة حداد من راهبات الوردية المقدسة شرحا عن حياة القديسة ألفونسين في السلط، وعرضا لفيلم كلمة العذراء وخدمتها في البلقاء الذي قام مكتب نورسات الأردن بإنتاجه. نشكر ربنا على هذه النعمة صراحة الكتير كبيرة، إني قدرنا نعرف الشباب على هاي القديسة، ونشكر ربنا على صراحة على جهود الكبيرة اللي عملتها النورسات في مساعدتنا حتى نعمل هذا المزار اللي كتير حلو، واللي هم أبدوا جهود صراحة جبارة حتى يتقصوا كل المعلومات اللازمة وكل التفاصيل حتى يقدروا يعطوا صورة كاملة بقدر الإمكان عن القديسة ماري ألفونسين. فشكراً كثير كثير عن جد للنورسات، الله يقويكم، الله يعطيكم الصحة، وتضلوا دائماً وسائل خير تساعدوا العالم ليوصلوا لربنا. وتضمنت المسيرة أيضاً زيارة لمنطقة جلعاد ومنطقة جبل نيبو ومنطقة المغطس، موقع معمودية السيد المسيح، ليكون الهدف فيها عيش تجربة روحية خاصة. المسيرة هي انتقال من مكان إلى مكان كمسيرة حج لهالشبيبة، مننتقل ومنتخلى نوعا ما عن العالم ومشاغل العالم ومنركز بحياتنا الروحية. المسيرة هي
الإنسان ما بيمشي لوحده ولكن بيمشي ضمن الجماعة، لأنه كلياتنا أعضاء فيها الجسد الواحد اللي هو الكنيسة. إن شاء الله تكون خبرة حلوة للشبيبة، والشبيبة تأخذ هيك نقطة أو دفعة دائما للأمام لحتى يعيشوا كعناصر فعالين بالكنيسة. وتعود فكرة المسيرة إلى عام 1980 وتتكرر سنوياً لتشمل معظم المناطق التي يتواجد فيها الرهبان الفرنسيسكان. ربنا عم بيحوله في حياتك بجواتك وإنت في مسيرة حياتك. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق المسيرة الفرنسيسكانية السادسة في الأردن. ورشة عمل في مركز سيدة السلام تجمع طلبة من 6 دول عربية. المسرح الكاثوليكي يقدم عمله المسرحي الخامس. لقاءات تعليمية أسبوعية لأبناء الرعية الكلدانية بعمان. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.